تتدخل في شأن لا يخصها إلا إذا توافر لديها من المعلومات ما يفيد بأن هذا النشاط يؤدي سلبا على البيئة المائية للبحر الأحمر. لا يجب للسياحة أن تقرر ما فعله العالم كله في تعاون وما يسمى بسياحة الصيد. وده موجود يا جماعة على فيلم كلنا عارفينه ونقدر نسافر ونشوفه. فإذا روح العمل لازم بيبقى فيها اتفاق، لأن كفانا خلافات وكفانا يعني عدم اتفاق في أمور تخص بلدنا. لازم نتحرك بسرعة جدا، مفيش حاجة اسمها أصل لسه الدنيا جاية، احنا فاتنا كتير جدا، عندنا مشاكل عايزة تتحل بالأعداد دي، لازم تبقى كتيرة جدا الأعداد دي. أنا شايف إن لو صرفنا ميزانية الهيئة عليها ده مكسب كبير جدا لمصر، لأن بدون البرين ستورمينج وبدون الناس تقعد مع بعض وبدون الناس ما تتكلم، كلهم قاعدين زي ما اتفقنا على قلب رجل واحد، يبقى احنا كده برضو هنرجع لورا. القعدة دي يعني هتشوفوا نتيجتها بإذن الله قريبا. ديكليريشن مينز إن الدولة متفق على إنها تبدأ، في سبورت غير عالي جدا من القيادات في الدولة لهذا الاتجاه في تنمية الثروه المائية. فتأكدوا إن أي حاجة بتنصحوا بيها هي بتتعمل، وفي أفكار جميلة جدا يمكن ما ينفعش نعلن عنها دلوقتي لغاية ما تبقى في وضع كلنا نشوفها بإذن الله بتتحرك قدامنا، ويبقى في مصر أسطول صيد مصري في المياه العميقة للأسماك المصرية والثروات المصرية اللي احنا ما بنشوفهاش. إن شاء الله الأمور ماشية في تقدم، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم في اللي انتم بتعملوه، وأشكركم جدا، ويعني قولوا لي على الغدا عشان أجي أتغدى معاكم. خطوات كبيرة جدا، المشاريع اللي كانت لنا كلها وجهناها إلى الاستزراع في البحر. عندنا كذا مشروع هدفه في الآخر إقامة حوالي من 5 إلى 6 مفرخات بحرية في نور ساينايف في شمال سيناء. عندنا في بور فؤاد المفرخ بتاع كيلو 21 بيحصل فيه تنمية دلوقتي، وفي مشروع فرنسي برضو في قريب من مرسى مطروح ممكن يفتح فيه ونعمل فيه مفرخ بحري، وهنحاول ان احنا نعمل برضو فيه البحر الاحمر مفرخ بحري للجمبري. ده اوريدي الفانز بتاعته موجوده، وفي حاجات اتخذت فيها اكشن الشهر الجاي او بعديه اللي هي نور ساينايف. دلوقتي بنعمل دورات تدريبية للشباب عشان الاستزراع البحري، اولا عشان الهاتشرينج يشتغلوا في البريد هاتشرينج، وبعد كده هنعمل دورات تدريبية لكثير من الشباب في سواء في الهيئة او خارج الهيئة للاستزراع في الاقفاص او الاستزراع في الارض. حطيف طبعا، لكن اتمنى ان في نهاية هذه الندوة ان احنا نحط بعض النقط وبعض المحددات للاستزراع البحري. في بايونير سيرفيز اتعملوا خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا، واحدة من خلال المشروع الايطالي وواحدة من خلال المشروع الفرنساوي، وحددوا فعلا اماكن الاستزراع البحري في البحر الاحمر والبحر المتوسط وخليج السويس. لكن احنا لازم ننزل بقى على الارض ونحلل بعض الايكولوجيكال بارامترز سواء طيارات او ملوحه او ايه نوعيه السمك اللي هي ممكن احنا نستزرعها في هذه الملوحه وفي هذه البيئه. لازم احنا ننزل في الارض. المفروض بعد كده ان احنا نخاطب الجهات الاخرى اللي هي زي السياحه او البيئه، ونقول لهم المواقع دي بالنسبه لكم هل مناسبه ان احنا نعمل فيها استزراع ولا لا. ولكن بعد ما ندرس على الارض كل الايكولوجيكال بارامترز اللي هي حوالين هذه النقطه. وشكرا. ان احنا لما نبدا كعلميين بنتكلم في نقاط محدده، مش لازم نحدد الاول ما بيننا وبين بعض نتفقهم على ان ايه هنبدا ازاي. دي ممكن ما تكونش البدايه بان احنا نشوف المواقع، لا، البدايه بان احنا نعرف احنا عايزين نعمل ايه. اصل لغايه النهارده يا جماعه، يعني انا شايف يمكن دكتور مجدي توفيق اتكلم على رؤيه الهيئه في خلال الشهرين اللي فاتت وايه الخطوات اللي اتخذت، لكن انا اعتقد ان احنا ما زال الامر بالنسبه لنا مش واضح. هل يا ترى احنا عايزين نربي اسماك من بيئه البحر الاحمر؟
هل ترى احنا عايزين نربي حاجات غير سمكيه زي الالجا زي ما الدكتور سمير اتفضل وقال او زي اذا انواع الارتيميا زي اي انواع تانية، والانواع دي النهارده بقى لها مصدر دخل عالي جدا ومهم. هل يا ترى احنا بنفكر ازاي؟ هل يا ترى ايه اللي يناسبنا في الوضع الحالي؟ يناسبنا في البحر الاحمر اقفاص ولا يناسبنا في البحر الاحمر بوندز؟ هل يا ترى بعض المناطق ممكن توزع كده ولا كده؟ طيب احنا ايه البوتنشال اللي عندنا النهارده ان احنا نبدا بيها؟ هل يا ترى البوتنشال عندنا النهارده عندنا بعض الافراد او بعض الخبراء الكافيين انهم يبداوا في الموضوع، ولا احنا محتاجين نشوف ندور على بعض الخبرات الزياده او بعض الناس التكنيكال اكتر من الناس الثيوريتيكال؟ لازم نبدا نتكلم في المحددات دي الاول، لان هي دي اللي هتحدد بعدها احنا هننزل نمشي نعمل ايه، هنشوف مناطق ايه في البحر الاحمر ومش هنشوف اي مناطق. اتقال بعض الكلام عايز اعلق عليها برضه. اولا عشان نعمل استزراع بحري او تنميه للاستزراع البحري لازم نشوف او نفكر احنا ليه نجحنا في استزراع اسماك المالح. السبب الرئيسي في نجاحنا في استزراع اسماك المياه العذبه ان احنا اوريدي وفرنا مصدر للذريعه من خلال المفرخات السمكيه. احنا عندنا مئات المفرخات من البلطي، وده اللي نجح استزراع، والمبروك، وده اللي نجح استزراع السمك في المياه العذبه. لما اجي اتكلم على تنميه في استزراع السمك البحري يجب ان انا ما اتكلمش عن الصيد من المصادر الطبيعيه. ما نغلطش الغلطه اللي احنا غلطناها في البحر المتوسط. احنا عندنا مراكز تجميع ذريعه بنجمع منها الذريعه وبنستزرع بيها. هنعتمد على المصادر الطبيعيه في التنميه ده غلط. وطبعا الاخوه اللي عاملين في الهيئه واحنا برضك من خلال متابعتنا معاهم الانتاج الزريع من المصادر الطبيعيه غير مضمون، وبالتالي ما اقدرش احط خطه تنميه معتمده على ان انا اجمع زريع من المصادر الطبيعيه. فدي لازم حكايه مثلا احنا نعمل مركز علمي لتجميع زريع ده غلط، بلاش. لازم نلجا للمفرخات. لا يمكن يحصل تنميه لاستزراع السمك البحري بدون مفرخات سمكيه. مهم جدا. يعني يبقى احنا هنا لازم نبعد عننا فكره ان احنا نجمع زريع من المصايد من المصادر الطبيعيه. على الاقل الجماعه بتوع المصايد زعلانين جدا مننا، الدكتور عزه والدكتور علاء زعلانين من بتوع الاستزراع، لان احنا فعلا هدينا البحر المتوسط. دي شغل. وبعدين احنا بنتكلم في تنميه او ان احنا ننشط نشاط الاستزراع السمك البحري في مصر. طبعا احنا قدامنا دول حوض البحر المتوسط عندنا تجارب، يعني احنا عايزين نستفاد من الناس ديت. ما ابتديش انا من الاول خالص اشوف الناس دي عملت ايه واعمل زيهم، لان تقريبا الظروف واحده. لو جينا بصينا لدول حوض البحر المتوسط اللي قصادنا من اول تركيا كده لحد اسبانيا، هنلاقي استزراع بحري يعني اقفاص. واحنا عارفين ان سواحل البحر المتوسط سواء عندنا او عندهم او حتى البحر الاحمر السياحه بتلعب دور اساسي. طب هم لجأوا للقفاص ليه؟ وبالذات للاوفشور كيش كالتشر، علشان خاطر نسيب الشواطئ او الساحل للسياحه. واحنا بنخش جوه 2 كيلو 3 كيلو على حسب الدراسات البيئيه اللي هي هتتعمل. في الحاله اللي هي هنقدر نعمل تنميه لاستزراع البحري من خلال الاوفشور كيش كالتشر بما لا يتعارض مع خطه الدوله في السياحه في البحر الاحمر بالذات. وبرضك احنا ربنا مدينا نعمة كبيرة على سواحلنا في البحر الأحمر إنها مليانة بثروات مائية رهيبة، شعب مرجانية وأسماك زينة وغيرها وغيرها. فلازم إن احنا نسيب البيئة الطبيعية دي هي زي ما هي، بلاش نلجأ للبوند كاتشر في الاستزراع البحري إلا للتحضين فقط لا غير. يعني أنا باخد الزريعة من المفرخ بتاعي بعمل لها وحدات تحضين، ودي بتبقى مساحات قليلة، وبعد كده أفردها في الأقفاص الشبكية العالمية. قبل ما برضك ما نغلطش غلطة النيل بالنسبة للأقفاص، إن أنا أعمل دراسات بيئية في المواقع المختارة سواء اخترناها قبل كده، أكيد في مستجدات فيها دلوقتي. لازم المواقع اللي احنا هنختارها، وأنا بفضل إن احنا نبتدي بجنوب البحر الأحمر الأول اللي هي حلايب وشلاتين والحتت ديت، لأن برضك دي من الناحية السياسية والأمنية مهم جدا إن احنا نبتدي فيها. ومفيش هنا
في المنطقة دي مفيش تعارض مع السياحة والكلام ده كله. فاللي أنا بقوله إن احنا نبتدي بجنوب البحر الأحمر ونشوف المواقع الخمسة ستة مواقع اللي سبق اختيارهم نراجعهم تاني من ناحية الدراسات البيئية وبالذات بالنسبة للحمل البيئي. أنا هحط عندي مثلا لاجون معين أو منطقة معينة أحط فيها قفص، لازم أعمل دراسة بيئية عشان أشوف المكان ده هو محتاج لكم أقدر أحط فيه كم قفص. ما جيش كده بطريقة عشوائية أقول أن المنطقة دي أحط فيها 100 قفص، ما يجوز ما تستحملش 100 قفص هي. لا، لازم أعمل دراسة بيئية على أساس نتائج الدراسة البيئية ده هي بحدد كل منطقة مسموح فيها أن أنا أحط كم قفص فيها علشان على الأقل أحافظ على البيئة المائية نظيفة وبالذات بالنسبة للبحر الأحمر. كان في بعض الزملاء اتكلموا في حتة ان 14 جهة لازم توافق علشان اعمل استثمار فيه او مشروع للمزارع السمكية. تمام التمام. بنتكلم على مصادر زريعة يبقى اللي هي مفرخات سمكية. بعد اذنك تمام، يعني احنا عايزين كل نقطة وأراء بقى فيها بحيث ان احنا خلينا نعدل دي تحديد الانواع الاقتصاديه المطلوب استزراعها ومدى وفره زراعتها. يبقى دلوقتي احنا قاعدين ممكن نقول والله بالناس اللي هم في البحر الاحمر عندنا واحد في مصر وعلى مستوى العالم يعني. لا خلينا في مصر. اللي احنا هنزرعها في مصر ما ممكن يبقى الديماند عليها موجود بره. أيوة. يعني هي موجوده عندي في البحر الاحمر، موجوده في البحر الاحمر بس عليها ديماند في الخارج، فانا بستزرعها بهدف التصدير مش بهدف الانتاج المحلي بس. احنا عندنا انواع كتيره من الحاجات. هو احنا اللي احنا عندنا السياحه في البحر الاحمر تاخد اي حاجه، احنا بنستورد بالظبط. ده دكتور طبيعيه او صناعيه لزريعه الاسماك. ده اول نقطه في المحور اول نقطه. تمام، اول نقطه. يبقى احنا محتاجين زي ما الدكتور محمد عبد الرازق قال مفرخات. عشان نعمل مفرخات لازم نعرف ايه الانواع اللي موجوده عندنا في البحر الاحمر اللي احنا هنفرخها. تمام اوكي. الحاجات دي مش لا خلينا في البحر الاحمر لان انواع البحر الاحمر مميزه. ما شتتش لان في مميزه. دكتور محمود قال ان هو يعمل واحد تاني للاجزاء الثانيه على اساس خصوصيه البحر الاحمر، ومن الاثنين هيطلع منهم استراتيجيه. كنتش حاضر في بدايه الكلام. فهقول لحضرتك بالنسبه للانواع اللي يعني عشان نطلع على طول بنتائج. بالنسبه للانواع اللي موجوده في البحر الاحمر اللي قابله للتفريخ وقابله للاستزراع اللي انا شفتها الناس عملتها وطبعا عليها ديماند عالمي جدا جدا زي ما محمد بيقول، الكشري. تمام. الكشري عائله الجروبرز. الجروبرز الجروبرز في النمو في الـ في الـ في الـ في الكابتشر فيشريز او في المصادر الطبيعيه، السمكه اللي بتوصل ل 50 سنتي بيبقى عمرها 15 سنه. انا شفتها في الكويت كان عمرها 4 سنوات. اربع سنوات الجروبر. فالريت اوف جروث بتاعها في الكابتشر في قصدي في الاستزراع او في البوند اسرع بكثير جدا 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 من البحر. اذا هي يعني سمكه واعده، يعني اعتقد انها واعده. طيب بيفرخوها في البحرين. ما انا بقول في الكويت، انا شفتها في الكويت بيفرخوها وبيربوها. يعني احنا دكتوره في ثلاث حاجات هنا. حظر سد الزريعه الطبيعيه طبعا احنا موافقين عليه كلنا. المشروعات البحثيه في مجالات الاسماك الاقتصاديه، الاسماك واللافقريات الاقتصاديه بالبحر الاحمر وخليج العقبه، وذلك باعطاء الافضليه للمنح البحثيه في هذا المجال وخصوصا الاسماك. نضيف لها وخصوصا الاسماك الايه الكشر والجمبري الاثنين، يعني عيله الجروبر والجمبري بس. طيب والسجان على السجان السجان والدنيس اللي هو السجان والدنيس والجروبر نقطه يعني الاسبردي والجروبر وجمبري وسجان. يعني اكتب بس الاسماء يعني هو الحاجات اللي طلعت. يعني احنا عندنا مثلا الكوبيا دلوقتي صحيح عالميه في الجيش. أيوة. وليه لا ما ندخلش في الحاجات دي؟ يعني الكوبيا مش افيلبل او مش الكوبيا مش افضل في مصر. كوبيا بجنوب البحر الاحمر مش عندنا. انا بقول لك قصدي من الانواع اللي ممكن تصدر في قفاص وعامله بتتكلم. يعني هي مش متوفره عشان ناخد امهات نطلع الظروف البيئيه هي اللي حاكمه المنطقه دي، زائد ان في كائنات اخرى احنا عايزين نحافظ عليها ودي الاهم. وفي صناعات اخرى. وفي صناعات اخرى زي ما استاذ الدكتور احمد قال ان هو في التمرينات تعمل البلاد لوجيك جدا. الناس نازله لقوا لاجونات سهل جدا تتحكم في بوابه وتحطها مزرعه سمكيه. اخد بال حضرتك اللاجونات دي هي المنازل الوحيده للديب ووتر في البحر. يعني انت بين القصير ومرسى علم
لا يعني حوالي 135 كيلو فيها لا يزيد عن 10 اكسس بوينت دي ووتر عشان السياح اللي موجودين. لذلك تلاقي الفندق اللي مش على لاجون بيبيع بكام؟ ب 12 و10 دولار واللي على لاجون بيبيع ب 50 دولار. هتيجي تقول له طب والنبي اتاخر كده بعيد عشان احط شاطئ افصل سنه طب ازاي يعني؟ فالعمليه ما هياش. فخلينا ايه نركز دكتور محمود عندك ممكن نغير الناحيه اللغويه بس بلاش كلمه يجب يفضل يفضل كويس دي نمره واحد. نمره اثنين ان ليه انا اقحم نفسي في ارقام ممكن امشي انا عليها وتوصيات جهاشهم البيئه وبعدين الاقيها ضرت. انا بقول ان على الدراسه البيئيه اللي هتتقدم لجهاشهم البيئه تثبت لو في حاله عكس كده انها لا ليس لها تاثير سلبي. لكن مفيش داعي لكتر الارقام والحاجات دي هي لان دي ممكن تضرنا. الاقي مستثمر جاء ما انت اللي كاتب كده انت فاهم قصدي وخلتني امشي على كده انت فاهم قصدي واضر جهاشهم البيئه. يا دكتور شريف انت عارف ان انت لو انت احنا ناس دلوقتي علميين قاعدين اخد بالك بناخد قرار بخبره. انا باخد البروكوشن لو هو قد كده في المديترينيان باخده قد كده في الريد سي. يعني الرينج او السيفتي رينج لو كده في المديترينيان باخده. القضيه ايه؟ انت هيروح واحد لو انت ما سبتش العمق ده هيجي واحد يثبت اعمده في الارض ويروح جاي حاطط الشبكه ويعمل قفص. مع زي المثال اللي كان بتقول حضرتك احنا بنسافر على الطريق الصحراوي السرعه 120 لو حد مشي على 140 هقفل الطريق ولا هحط رادار وهمسك الناس؟ فين الرادار؟ ما احنا اتكلمنا حاجه قبلها في الجهاز اتكلم على عدم الصيد في السبورنج اجريجيشن 90% من صيد البعض عبر السبورنج اجريجيشن. يعني انا هو عشان ما اطولش شايف انها لغويا عاوزه تتغير شويه تدي مرونه. يا دكتور البروكوشن بتاع الاسكيب دلوقتي احنا هنزرع سمك جاي من المفرخات. السمك اللي جاي من المفرخات ده التركيب الوراثي بتاعه لان هو استؤنس لاكتر من جيل لما يجي يهرب. انا كنت بدرس في النرويج وكنت عارف مشكله الاسكيب بتاع السلمون مع الاتحاد الاوروبي. السمكه دوت مستأنس غير السمك السلمون الوايت. لما السمكه دي تنزل في البحر وتعمل لك مخاطر على البيودايفرستي ازاي انت بقى بتعمل بروكيشن ان توصيات ان لو حصل عندي اسكيب ازاي امنع عن الاسكيب؟ تفترض ان انت بقى بتاخد بريدرز بيرنتس نفسها عم تاخدها مستقبلا تمام فهي مختلفه عن الوايل حتى لو موجوده في البحر. لهم بترم بقى خلينا دلوقتي في الشورت ترم ده لهم بترم اطر لها لازم على الاقل كل ثلاث سنين بس وارتجال تقطيع بتاع ايوه لازم هو بس just a contribution because I know that this expression is very strong and useful. But I think that there are two components for two targets for this expert consultation: strategy and action, or what can I say, action plan. So the strategy, I think that it's better to have a general strategy. That must be flexible because our target to develop Red Sea aquaculture is to prepare the guidelines to support the private sector. This is the strategy. So we cannot have the risk to obtain a negative result, not to support the private sector, but to close any option because maybe too many regulation, too many indication, too many guidelines. So the strategy for supporting the private sector must be flexible, ready to change the strategy tomorrow. Because we are not living in the museum. So the world now is dynamic. So researcher, pilot action, the result, this activity can change the strategy. So one general strategy must be general, flexible, ready to change the strategy next month. So, and according to sustainability, that means ecology and economy, because we know that environmental impact zero doesn't exist. So cage, roads, dam, petrol, we know there is environmental impact. Our duty is to reduce the environmental impact because
zero doesn't exist. So also in agriculture, in industry. So if this is what can I say, the main concept of the strategy for supporting the private sector. After, we have to identify the operative action, because like in other sectors, we cannot distribute antibiotic before testing this antibiotic. So we cannot have regulation, strong regulation for cage culture without to test cage culture. Because otherwise we are talking about opinions. So I think that we can have a lot of pollution. Okay, but I think that pollution can be zero. So we have to test the action. For this reason, it's very important to identify pilot action, and probably it's time to identify one site where you can have, what can I say, the experimental center to develop a marine aquaculture in the Red Sea, I don't know where, in which you have to plan aquaculture, species, technology, to give the technical indication to the private sector. So, at which level? So, also FAO in Jeddah Aquaculture Center is not speaking anymore at research level, but at semi-commercial level. Because sometimes you see little research center that sometimes means just two tanks, one valve, so two fish. It's not a good action to give an indication to the private sector. So for this reason, now we are talking about semi-commercial level to transfer the result immediately to the private sector. So probably this is, I don't know, this is also the result of our experience, my experience in several countries and our experience in the Italian-Egyptian project that we are implementing now. So strategy, pay attention, flexibility. Second, operative action that in which the result can be transferred to the private sector. So just two observations. Apart cage, there is also the land where we can develop pond farm using the different aquaculture system. Intensive system, high productivity, semi-intensive sector that can use the inputs of the intensive system to increase the production, extensive system to reduce the impact of the intensive and semi-intensive system. This can be one model farm in which all the systems can support each other, reducing also the final impact through the biological activity, biological filtration. So, and it's possible to rear with this method shrimps, fish, any case, commercial species. And just an observation about the to import species, because also in FAO code for aquaculture, sustainable, responsible development, it's not written that to import the species must be closed. It's written that it's necessary to pay attention. Because now we eat tomato, but we import tomato some century ago from the United States. So you import camel from Asia. We import horses from Europe to the United States. So the history of the people is import and export of species. So it's no good to close the gate to the import of other species. We have to pay, in Italy, for instance, we are rearing clams, Tapes filipinago. We import these species from Philippines or Japan, I don't remember. And now we are the first producer in Europe for clams. So we are talking about Peneus indicus, Peneus baname. In Iran, now all the producers are rearing Peneus baname, and not
any more indicus for several reasons. One is cause disease, growing rate. So, it's not, what can I say? I know that there are several implications, environmental, legislation, etc., etc. But it's not good to close the gate to import species. It's better to say, according to FAO code, we have to pay attention, because probably the shrimp farmers can obtain better results with Vanamei than with indicus. But so one strategy that is closing the gate, or maybe other countries are importing, Saudi Arabia, for instance. So we have to pay attention to defend the option of the sector. Thank you. Yes, I would like to give the arguments about what you're talking about. So, sorry. Another indication, site. Each site is different from another site. So you can have one site in which the hydrodynamism is so strong that you can put the cage for 10 years without to have any impact. Another site, maybe the hydrodynamism is very low, so okay, it seems that the size is good, but please don't put the cages because the hydrodynamism is zero. Okay. Just I would like to get very short comments about your art you're talking about. I think the approach we are talking about is the unique and the sensitivity of the sea. It's not just a matter from the ecological point of view, but also from the ecological point of view. Okay? For coral reef, for example, you know that. If I'm going to, I'm talking now about the Mediterranean Sea. If the safety margin is something, or safety range or margin to be something like this, I have to make it something like this in the Red Sea. Why? For the coral reef, damage mostly irreversible. And to do recovery for coral reef, it takes a generation. And this problem happened in the Philippines. Look what's happening in the Philippines and this area is a huge damage for the coral reef due to mangroves completely removed. And one of the bad effects of tsunami was they removed the mangrove for aquaculture. Colombia is the same. When they removed most of the mangrove in Colombia and they started to do shrimp farms, and then suddenly the shrimp farm collapsed, they lost everything. What I would like to say, the approach you are taking, this is very good if you are going to do aquaculture in Mediterranean, for example. Okay? The tolerance of environment like this is something like this. But the tolerance of the Red Sea to aquaculture is very, very sensitive. Believe me. When you are talking about Saudi Arabia, that's what I said at the beginning. The biodiversity value from the economical point of view in Saudi Arabia is nothing. It's just a fishing ground. In the Red Sea, as I said, 1 square meter of coral, the income from 1 square meter of coral is about $300 per year. For 1 square meter to be damaged and to be recovered, it will take hundreds of years. So I have to be about a safety margin very, very huge. This is what I'm from my personal This is what I would like. If I'm not going to what, like for example, I have to lose this depth or to the depth to be not less than this 10 meter, 15 meter, whatever. This is very, very important. You know, as we said in the Red Sea, we have to be very tight regarding the conservation of the water. I'm not closing the gate to introduce species. This is even against what Red Sea declared as special sensitive areas, whole sea. What Saudi Arabia doing is against the international law, because they signed this also. I signed many declarations and many agreements on the international level regarding the conservation of the coral reef, because it is life support ecosystem. You understand? I mean,
So the approach here is to increase the margin, to introduce aquaculture to the Red Sea, and to focus on non-traditional way of farming. I have the Mediterranean. What you are talking now with this approach is very good for the Mediterranean, but for the Red Sea, I think it's very, very difficult and very, very risky. Well, comment this, I mean, you've been in Egypt for a while now, and you understand that we have... Because this is the result everywhere, and we just put in a rigid... So you can have... You look at the whole Red Sea, the only country in the Red Sea that have tourism is Egypt. Which so, part? We have to finish this. So I don't know, this is up to you, would like to continue. احنا للاسف الشديد كان كل واحد فينا قاعد في مجاله وحافظ حته صغيره كده ومتخصص فيها قوي ومش ما عندوش السكوب كامل. فاحنا قاعدين عشان نكبر السكوب قدامنا بحيث ان احنا لو في يوم من الايام حطينا استراتيجي، انا بقول في يوم من الايام مش النهارده ضروري، ان احنا حطينا استراتيجي للاستزراع السمكي في مصر، يبقى احنا عندنا فكره عن ايه اللي موجود فعلا حقيقي. فاحنا النهارده احنا مهم جدا لما الدكتور محمود حنفي حط المحاور ديت، حط المحاور دي من وجهه نظره على اساس فعلا هي محددات وقال محددات، بس انا كنا بنتكلم واحنا قاعدين فعلا هي اقرب الى المعوقات او المشاكل اللي موجوده هناك. فهو بيحاول يحل المشاكل عشان نبدا نتكلم مع بعض. من خلال حل المشاكل دي هنبدا نعرف ايه اللي موجود. لكن مما شك فيه ان الكلام اللي احنا بدانا بيه اللي هو كلمه بايلوت بروجكت وهنشوف الامباكت بتاعته على الانفايرمنت، ده كلنا متفقين عليه. فخلونا نمشي في المحاور واحده واحده، وانا اعتقد ان احنا في نهايه المحاور كلها هنوصل لكل واحد فينا كان في دماغه ايه. خش بشعر جنبه. اتفضل. هو طبعا كان احد برضو المحاور زي ما قال الدكتور علاء ان هي كانت فكره حتى كانت مكتوبه المعوقات المعوقات التقنيه المعوقات القانونيه، وكان على اساس نوصل فيها لبعض الجزء ده نكمل ده. كان في عندنا بعض الاستاذ يمكن ان انا اديك فكره عن مشروع داكنه، دي الفكره سيكو كامبينج، دي كلها حاجات للاستزراع لاغراض ريهابيتيشن او لاغراض الزراعه الغير تقليديه، على اساس ان كان في سوق للحاجات دي حتى في التصدير. بعد الحكومه وقفته منعت اي جيناتيك ريسورسز يخرج من البحر الاحمر كانها ناشونال جيناتيك ريسورسز يعني. والعمليه دي كانت متوسعة. ففي سوق ثاني للاستزراع لاغراض ريهابيتيشن او اعاده تاهيل او للتربيه الغير تقليديه. ترايدك او الحاجات دي طبعا عباره عن مفرخات صغيره، وبعدين باخدها بقطع الريف باخدها على سي جراسز بدون اي اضافات يعني عمليه ناتشرال خالص. فطبعا انا بقول فيها انها توسع في انواع الاستزراع الامنه بمجال الاغراض على التاهيل والتربيه الغير تقليديه. مثال على ذلك استزراع انواع الخيار الاقتصاديه وحيوانات البصر، ولا تم استزلاف مخزونات طبيعي في العقد الاخير، ولا الحدود الحرجه واستغلال بعض الحدود المرجانيه وامراض الحشاش المرجانيه الطبيعيه لهذا الغرض. طب بعدين حضرتك برضه ايه المحددات للاستزراع؟ حاجه زي خيار البحر. السايز هل يا ترى متوفره ممكن يحصل فيها؟ هل يا ترى المفرخات هتبقى سهله لبداء استخدامها من بره؟ يعني برضو نتكلموا في النقطه دي بالديتيل. دي لو ده حطه يعني احد الريكومنديشن اللي هو لو حد شايف ان هو يضيف لي ان انا حاجه بدي، وده انا بشوفها حتى على كنا اتكلمنا فيها مع انا والدكتور احمد طلع ان هو ليه لا ما نعملش مزارع زي دي ما بتستهلكش حاجه، بيبقى فيه مفرخ صغير، مفرخ بتاع الترايدك ده مثلا لا يتعدى 10 متر في 10 متر، واخد بالك؟ يتعمل ودي الصياد يزرع على الريف، ولو حط رماه على الريف هو ما بيحطش اي اضافات لا فيرتلايزيشن ولا فيدنج ولا اي حاجه، ده ناتشر. وصلنا مش هيبقى له امباكت ليه؟ لان هو اختفى اوريدي. هو جزء من الايكو سيستم اصلا. جزء اساسا اختفى. جزء اصلا من الايكو سيستم. نتيجه للصيد الجاري.